بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعامل مع أدوبي انستلورر بخصوص استخدام صورة على شكل بروش برسم هذه الصورة وإضافتها على خط أنت تريده، منحني، خط منذا. أول حاجة شو تقوم؟ أول شيء فرضا لو عندك شكلين انت رسمهم، لو فرضا انا برسم شكل على اساس لا تقول لي ان هذا الشكل برسمه، بغير لونه على اساس لا تقول، بغير لونه الين ازرق، اقول له كذا، بقول له ارسم لي هذا الشكل، ولا ارسم لي هذا الشكل اوكي هذا الشكل. فرضا انا بحوله الى بروش، شو اللي اسوي؟ اختار اول شيء شنو اول شيء نقوم اول شيء تقوم بفتح البروش هذا، بتشوفه مسكر هنا زي كذا فتحه، بعدها شنو ضف هذا الشكل اللي تبيه انت. شلون تضيفه؟ تختار السهم، السهم هذا الاسود، بعد ما نختار السهم نقوم هذا الشكل، شوف حدده، تسوي بعد تحديده وده الى البروش هنا. ايش تقول له؟ تطلع لك صفحه هنا. بعد ما تطلع لك صفحه قم باختيار بات باش، قل له اوكي. تقدر تعطيه اسم، هذا شوف هذا الشكل اللي بيصير هنا. تقدر من هذه الاشياء تقدر تحدد شنو هو في الزاويه، شلون شكله تبي يصير، تبي زي كذا، خلنا نحدده في الزاويه. تقدر هذا الشكل مرسومه طبعا من قبل هذا البرنامج، انت تقول له اوكي. الحين ابي شفت هاك الان هنا شلون، يعني انا ابي ارسمه على شكل خط، يعني فرضا الحين هذه انا برسم هذا الخط، برسم ابي هذا الشكل يصير لي على يمشي على هذا الخط، شوف هاك انا ابي ارسمه على هذا الخط، ابي هذا الاشكال كلها، هذا الخط يصير كله شكله من هذا. شو تسوي؟ حدد هذا، قم بتحديده، حدده. عقب ما تحدده اضغط على هذا الشكل، شوف هاك شو يصير. الحين يقول لك اقول لك اوكي، قل له اوكي. شوف على طول مشى وياك على الشكل اللي تبي تحدده، وتقدر عاد انت تقدر تعدل على الشكل باختيار هذا السهم، تقدر تعدل على الشكل اللي تبي. شوف هاك بمجرد ما ياشر عليك ان ابيض تقدر تعدل عليه، ترفعه، تصقره، فرضا هنا، تعدل، تقدر تعدل على الشكل، مجرد ما يصير المربع ابيض تقدر تعدل. بس صارت الحين. وهذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.